نبتدئ جميعا رحلة الاحتراق في أرض التلوج مع مداخلة ومع قراءة أعتقد ستكون شيقة، قراءة في هذا الاحتراق، احتراق في أرض التلوج. أستاذ كريم يشرف أسماعنا بهذا الاحتراق. تحية طيبة لكم جميعا. إذا بداية أود أن أوجه بطبيعة التحية لباب الوطن للصحافة وإذاعة النشر، خصوصا مدير الوطن على اهتمامه بترويج الفعل الثقافي ودعم الفعل الثقافي. كذلك تحية للأستاذة سلوى على مجد روائي شيق في الحقيقة، وكذلك الشكر موصول لحزب جهاد حوار الديمقراطية بشخص أمينه العام السيد مصطفى بن علي على جعل مقر الحزب قبلة للاعتناء بتشجيع الأنشطة الثقافية الجادة، وهي سنة حميدة في حقها التمازن بين الثقافي والسياسي، وهو ضرورة مطلوبة في الحقيقة. فتحية لكم ولكنا جميعا. في الحقيقة أتحفظ على أن أسمي هذه المداخلة قراءة رقمية، لأنه خاصها زمنها وخاصها وقتها، يمكن أن نقول واحد الإطلالة ولا حد قراءة يعني عاشقة طبعا حال هذه الرواية. إذن تناولت الأستاذة سلوى أو روائية سلوى الغدار في روايتها مسألة الهجرة أو الرحيل اختياري بين قوسين طبعا حال لأنه عن الوطن، كيفما يعني وكذلك ناقشت في منجزها السردي عددا من الموضوعات. أولا كالحنين، الشوق، الانتماء، صراع الحضارات، اختلاف المجتمعات، العادات، التقاليد، كما تطرقت لمفاهيم عديدة تعتقد من أهمها مفهوم الهوية المثقفة غير مشار إليه بالاسم، ولكن رواية تشي بذلك. إذن قلت من المفاهيم الكبرى المثقفة وأهم مفهوم مركزي ووتد داخل هذه الرواية وهو مفهوم الاغتراب. بحال تناولت هذه المفاهيم وتناولت هذه الموضوعات بأسلوب سردي قصصي، حيث نجد الرواية ضمت بين دفتيها مجموعة من القصص لشخصيات متعددة عالجت من خلالها الكاتبة تيما الاغتراب بأسلوب وحبكة سردية جعلت من المتن مبنيا على الحوار أساسا بين الشخصيات التي حاولت من خلال هذا الحوار حاولت الكاتبة توصيف العوالم والعلاقات التي تعيشها هذه الشخصيات فيما بينها، محاولة الغوص فيما التبس بهذه الشخصيات من وقائع وأحداث، ما يجعلنا ويجعلني أرى أن الرواية تمتلك رؤية ومنهجا مستحكما في علاقة سارد بالعالم الروائي. هذا الأمر لم يكن يتأتى لو لم في اعتقادي لو لم تختر الكاتبة أن تكون مشاءة وسط المسافة والفاصلة بينها وبين الشخوص. ليست فقط ذلك، بل أن الكاتبة كانت مشاركة لهذه الشخصيات على اعتبار أن الرواية هي رواية لأحداث واقعية. إذن طبيعة الحال هذه المشاركة الواقعية جعلتها تكون مطلعة أكثر على حالاتهم النفسية وانتظاراتهم انكساراتهم عن قرب، لأن الرواية مستوحاة كما قلت الآن من أحداث واقعية، وهو ما تم التعبير عنه صراحة في مقدمة هذا المنجز. أعتقد بلاش المقدمة ديال الناشر وكل المقدمة ديالكم إذن وما عبرت عليه صراحة في هذه المقدمة، تقولين رواية مستوحاة من أحداث واقعية تحكي قصة مهاجرين، تحكي قصة عن أشخاص معظمهم يعانون في صمت انتهى الكلام والتي تدور أحداثها في شمال أمريكا. عموما تتشكل رواية الاحتراق في أرض التلوج من مجموعة من القصص لشخصيات، بحيث أن الرواية عبارة عن قصة ضمن قصة، حيث قامت باستخدام هذه التقنية لإضفاء طابع المتعة من جهة، أو كذلك ليكون كل واقع كل شخصية بمثابة مثال متنوع للشخصيات الأخرى ومتداخل معها.
و طبيعة الحال هذا التنوع في القصص كأنها تشارك الشخصيات في يعني عملية سيكولوجية متداخلة بيناتهم أو خيط ناضي سيكولوجي مرتبط بين هذه الشخصيات المؤتتة للسردية داخل الرواية، وبالتالي قد تكشف القصص التي تدور وترتبط داخل قصة أخرى، قصة مرتبطة بقصة أخرى، عن خلفية الشخصيات والأحداث والعناوين التي شكلت بها فصول رواياتها تشي بذلك أو تفصح عن ذلك. رقية صفحة 63، شفيقة صفحة 160، ريحانة صفحة 44، الدكتور عمر صفحة 130. هذا الانتقال من قصة إلى قصة في اعتقادي ليس تحويلات داخل زمني ومكان السرد، إنما هي تقنية أعتقد مقصودة من الروائية، تقنية القصة ضمن القصة، والأمر باعتقادي مرتبط بتكوين القصة الخارجية ككل، أي قصة الرواية وموضوعها الناظم لكل هذه القصص. لا يمكن طبيعة الحال تخطيها أو قراءتها بشكل منفصل، لا يمكن، على الرغم من أن العديد من التفاصيل السردية الدقيقة تتشابك داخل هذه القصة، وأحيانا قد تفقد بعد هذه التفاصيل في بعض الأحيان، مما يجعل في اعتقادي كانت الكاتبة بارعة في ذلك أنها تستدرك ما جعلت القصة الداخلية كمنفذ للأفكار المهملة المنسات التي انتبهت لها وتعتبرها ذات فائدة كبيرة للغاية، بحيث لا يمكن أن تترك دون إنهاء تحليلها وإبداء الرأي فيها، خصوصا أن هذه الرواية ليست أعتقد ليس قصدها خلق المتعة لدى المتلقي فقط، بل كأنها دراسة تحاول عن طريق الحكي والوصف رصد الواقع النفسي والاجتماعي الذي تعيشه الشخصيات التي حاولت من خلالها الكاتبة أن تعري ما يعيشه المهاجر المغربي من صراعات، انفصامات سيكولوجية، صعوبات مرتبطة بالاندماج في بلد المهجر. ولهذا يمكن أن نصنف ثلاث صنفات، يمكن أن نصنف بداية أن نصنف رواية احتراق في أرض الثلوج فيما يمكن أن نسميه القصص أو القصص الإيطالية أو القصة الإيطالية أو القصص الإيطالية، بمعنى أن الكاتبة تستخدم مجموعة من القصص المتداخلة شخوصا وزمنا ومكانا سرديا، كل هذا الشيء لكي تم استجابة لنا قصة رئيسية وكأننا أمام لوحة نقول بوزل يتكون مجموعة من القطع التي لا قيمة لها إلا في تجميعها لترسم لنا لوحة مكتملة ذات بعد فني ودلالة ومعنى وجمالية. إذن يمكن أيضا التصنيف الأول هو هذا. التصنيف الثاني، هذه الرواية يمكن صنفها ضمن اتجاه أدبي عام معروف طبيعة الحال، إشكال مدرسة قائمة الذات في الأدب العربي، وطبيعة الحال عرفتم ليش نتكلم ما يسمى بأدب المهجر أو مدرسة المهجر أو الأدب المهجري، أو يعني كنتم عرفوا طبيعة الحال يعني ما أنتجته هذه المدرسة الرابطة القلمية العصبة الأدبية، وكنتم عرفوا الرواد ديالها ابتداء من جبران خليل جبران، ابن خالد نعيمة، إيان أبو المهدي، وطبيعة الحال راشد الدروب وغير ذلك من رواد هذه المدرسة. أيضا لم تحب الكاتبة لم تحب على كثيرا على التيمات التي عالجها هؤلاء على مستوى الموضوع، نتكلم على مستوى الموضوع الاغتيال الهجرة وكذلك المواضيع الأخرى، وحيث أن الكاتبة بدورها حاولت سبر أغوار الحالات وتأملها من خلال تأمل النفس البشرية ومراقبتها على عوالمها. من هنا كانت العناصر الإنسانية ركزت عليها هذه المدرسة المهجرية أو يعني الاتجاه ديال الأدب المهجر، يعني هذه الجوانب العناصر الإنسانية كانت جلية في سمات أو جلية في منجزها الأدبي، وهو ما يبرز
يبرز من خلال تتبعها ورصدها لمجموعه من القيم، خصوصا القيم يعني وتحليلها في القيم وابداء الراي فيها. اذا الموقف الشخصي حول هذه القيم، حول تفسخها اعتقاد الكاتبه نتيجه الصراعات التي تعيشها الشخصيات والمفارقات التي تطرحها في نفوسهم والشروخ التي تفتحها في هويتهم، ما اعتبرت ان هويه متمزقه بين الهنا والهنا. نجد في الصفحات 50 35 27 قديم تصور حول مثلا القيم، ناخذ مفهوم الحريه مثلا كمثال، تلقاها تتقدم لنا تصور حول مفهوم الحريه والسعاده، هذا الرغب بيناتهم مهمين متضافين، الحريه والسعاده مبينه ان الحريه المطلقه ليست شرطا للسعاده، في اعتبارات الحريه المطلقه التي لا تخضع لضوابط ولا لمبادئ تشعرك بالملل. المهم هذا مهم في الروايه، هذا تبقى طبيعه الحال يبقى هنا طبيعه الحال ممكن نبنيو مواقف متعدده ومختلفه ولمفهوم. كذلك كذلك علاقة في سياق الحديث عن ديالك عن علاقة الرجل والمرأة، أيضا استحضرتي هذه القيم، وهنا بطبيعة الحال تحدثوا على الخصوصية وتحدثوا على الكونية، وهنا الحديث يحتاج إلى كثير من التفصيل. إذا في مسألة القيم ومن خلالها انبثقت عناصر الذاكرة، المخيال الفردي أو الجماعي، التجربة الشخصية لدى الكاتبة لتصبح هي ميكانيزمات بناء روايتها التي جعلت من الاغتراب احتراقا لا بالنار بل أشد من ذلك، وهو الاحتراق بالثلوج، وهو أشد أنواع الاحتراق، وهو إشارة إلى الزمهرير على ما أعتقد ممكن، أي البرد الشديد اللافح للجلود والمجمد للقلوب خصوصا دلالة الرمزية، وهو عنوان وعتبة بلاغية ترميزية تعلن من خلالها الكاتبة عن حجم القسوة والوحدة والضياع. في هذا الإطار التفت من الأستاذة وطبيعة الحال نخاطب حتى القاعة، التفت من الأستاذة أن تسمح لي بإبداء رأيي بخصوص الرواية المهجرية التي تتخذ من الاغتراب مفهوما مركزيا بشكل يشكل بؤرة السرد ووتد الموضوع الروائي. وسأنطلق من السؤال التالي، وهو سؤال يمكن الدور فيه جميعا، هل في عصر ما بعد الحداثة، في عصر ما بعد الحداثة هل يمكن أن نقيد أدب الاغتراب؟ هل يمكن أن نقيد أدب الاغتراب أو المهجر بجغرافيا البلدان المستقبلة أو المضيفة؟ بمعنى آخر، هل قيود الجغرافيا شرط ضروري للكتاب عن الاغتراب وما يطرحه من قضايا الهوية والانتماء وتضارب القيم والصراع الثقافي إلى ما ذلك؟ أعتقد أننا اليوم في عصر ما بعد الحداثة يمكن أن نتحدث عن أدب اغتراب في الداخل كما في الخارج، أدب يكتب داخل الوطن بمعايير تشتمل على عناصر الاغتراب وصورة اللامنتمي الغريب المتصارع مع ثقافة مجتمعي له موقف من الهوية من الانتماء من القيم من الثقافة، ولعل تعدد الثقافات واختلافها داخل البلد الواحد والقطر الواحد لا دليل على هذا النوع من الاغتراب، حتى أصبحنا نرى نشوء تكتلات ثقافية تعبر بكل الأشكال التعبيرية الأدبية والفنية والسياسية وغير ذلك عن شعورها ورفضها لتنميط الانتماء الثقافي والتعبير أثر على بالغرب. إذن هذا السؤال طبيعة الحال هو للقاعة مهم. إذن عودة إلى مسألة القيم في رواية الأديبة لدى سمور غلاف، نجد هذه الرواية تحبل بمعالجة كما قلت مسألة القيم، سواء منها القيم الكونية وشمولتها أو ذات الطابع الأخلاقي المرتبط بالخصوصية، فهي عالجت قيمة الحرية كما قلت وقيمة الاعتراف وقيمة الحب في قالب المقارنات بين تمثل الغرب لهذه القيم وتمثل المجتمع المغربي العربي، لأننا ممكن نفصله لها عندما أسقطت هذه القيم على إبراز موقفها عن طريق السرد بمسألة العلاقة الزوجية ودورهم في تربية ورعاية أسرتها، لموقفها من نمط الاستهلاك الغربي خصوصا في نظرة المرأة. كذلك
موقفها من الوسائط التقنيه وتاثيرها على التربيه وديال الاطفال والقيم، موقف المجتمع الغربي كما قلت من المراه، الموقف من الحرب ايضا كذلك، موقف من الحرب، الموقف من الغربه الى اخره. ناخذ مثالا على ذلك من خلال يعني تقول في الصفحه رقم التجلس هذا الثاني نتعس الصفحه وخليش تعجبهما فكره الهدايا وعشاء العائله الكبيره، تعجبهما اغانيه وكيف جعلوا من اعيادهم تجاره مربحه ومثيره. صفحه 81، هؤلاء الذين يحكمون هذا العالم يلعبون بالنساء مثل ما يلعبون لعبه الشطرنج، يغيرون من تكوينهن الطبيعي ليجعلوا من المراه سهله الانصياف. صفحه 81 كذلك، هذا الانقلاب هو في الحقيقه ثور على النظام الالهي، كلام ديال الكاتب، هذا الانقلاب الحق هو ثور على النظام الالهي الذي يأمرنا به الله سبحانه وتعالى، يظلون يروجون لأفكار مضللة وهدامة للمرأة، للرجل، للأبناء وللمجتمع ككل، يدعون الرجال للتخنت بحجة هذا من صميم ما تحبه المرأة في الرجل، ويدعون المرأة للترجل والاستغناء عن الرجل. موقف، ما أبرز طبيعة الأسئلة التي يواجهها المغترب من خلال هذا الشيء؟ نقول بأن هناك أسئلة تواجه المغترب، الرواية فصحت عنها بشكل مباشر أو ضمني، محاولة يعني طبيعة الأسئلة مرتبطة بمحاولة كما نقول أسئلة مرتبطة بالذات، أو محولة الأسئلة المرتبطة بالذات إلى أسئلة كونية يطرحها وطرحها كل من عاش الاغتراب عن وطنه اختيارا أو قصرا كونيا أو إلى ما. مثل هذه الأسئلة التي طرحت بشكل ضمني داخل الرواية قيد القراءة، جعلها تفتح قضايا فلسفية وجودية بين قوسين، ضمنية ماشي مباشرة ولكن ضمنية وجودية، تتلمس البحث عن حقيقة الذات ومفهوم الهوية وما طرحته من إشكالات الفروق بين الهوية الفردية والهوية الجماعية، التداخل بينهما، الصلة بين الهوية والأخلاق، وشرط الوعي الحديث للأفراد بذواتهم بصفتهم أفرادا في تشكيلات الهوية. هذا الالتباس في مفهوم الهوية طبعا الحال ماشي حاضر في الرواية، الهوية ومفهوم الفلسفي يعني صعب يمساك براسه وبالطير، يعني هذا الالتباس في مفهوم الهوية هو ما حاول مفكر النهضة العربية فهمه حينما كانوا يطرحون السؤال الشهير والمعروف، لماذا تقدم الغرب وتأخرنا نحن. إذن عالجت الرواية هذا السؤال مش بشكل مباشر، بشكل ضمني، عالجت هذا يعني بشكل غير مباشر رواية احتراق في أرض الثلوج هذا السؤال الذي زالت راهنيته ومركزيته حاضرة من خلال الصراع الذي عاشته شخوص الرواية من خلال اختياراتها الاجتماعية ومواقفها الإنسانية في علاقتها الاجتماعية المعقدة والمتركبة. أتى بصفحة 32، أهملنا لغتنا وحصرته على لغة القرآن. ما هذا الأمر؟ هذا ما يلزم المتلقي لعمل أستاذة سلوى الغلاف لأن لا يقرأ النص بهدف تحقيق المتعه فقط، وانما يدفع الى مقاربه حقيقيه لمجموعه من المفاهيم من خلال سفره في عالمها المليء بالاسئله التي تتشكل لدى القارئ من خلال عوامل السرد المركبه واستنطاق المسكوت عنه او المتخفي او المضمر او المستتر او المحجوب في الوقائع والاحداث التي عاشتها الشخصيات، ما يخلق لدى المتلقي شويقا وهو يحاول البحث عن المعنى. وهذا ما يجعلنا نقول ان الروايه تلامس ابعادا وجوديه انطولوجيه عميقه للانسان من خلال مفهوم الاغتراب. امتلاك هذا المعنى بالكتابه هو ما سعت اليه الكاتبه محاوله من خلال روايتها اعاده لملمة شتات الذات والخروج من حاله الاغتراب، القلق، الاضطهاد الوجودي بأسئلة تارة مباشرة، تارة مباشرة وأخرى استمكانية. الغاية منها
فهم طبيعة الوجود كمعنى في عالمنا المعيش، بل الإنصات إلى نداء الوجود بلغة مارتن هايدغر إنه إنصات لعالم الذات، ذات الصوت الفينولوجي أو ظاهرة كما نترجموها الذي يدفع الإنسان إلى البوح، إعلان، القول، كشاف، ظهور للعالم أو الظهور في العالم وحضور الذات أمام هذا العالم. تحية للأستاذ.